عظمة التضحية اللي تمت عشان إحنا نبقى موجودين النهاردة في هذه الزيارة، ونبقى واقفين وبمنتهى الأمان وبنتحرك في الطرق والميادين، إن هناك آلاف من الشهداء من قواتنا المسلحة والشرطة والمدنيين اللي ضحوا بحياتهم على كل متر من الأمطار اللي إحنا كنا بنتحرك عليها النهاردة في طريقنا، علشان نبقى إحنا النهاردة موجودين. وحركة التنمية اللي إحنا بنشهدها النهاردة واللي بدأت واللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشمال سيناء وتنمية سيناء كلها، تبقى بتحصل على الأرض. بداية النهاردة الجولة كانت في مدينة رفح الجديدة، واللي هي بتنشأ كيعني بديل لمدينة رفح القديمة اللي كانت موجودة. النهاردة مدينة رفح الجديدة مع اكتمال إنشائها هيبقى فيها أكتر من 10,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوي، وكل الخدمات اللي المفروض تبقى موجودة في أي مدينة حديثة إن شاء الله تبقى موجودة.